بس توصلوا على الفري فلو في عنا كذا شغلة كذا موقع فينا نقعد فيه. يعني يعني بتأثر على الخبرية ان كيس كنا كابل واحد او ديفرنت كابل جروب. يعني يعني في مجال ينقعد على الشط على الرمل ريجولر سيتنج, في 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 افيلابيلتي انه نستاجر دبل باد يا على السي فرونت يا على البول. في عنا ديفرنت سيت ابس جاكوزي لست اشخاص على البول دغري, وفي جاكوزي ايلاند الكبار لعشر اشخاص 10 ل 12 شخص. نحن بالنسبه للفود اند بافرج عنا اول شيء مطعم لبناني لبنانيات ألمار, في كل المنيو اللبناني من مزيت لمشاوي لسمك مقلي مشوي كل الخبريه. في عنا بيتش منيو يلي فيه برجر ساندويتش سالاد بيتقدم على المسبح, في سيرفيس في ويترز بيوصلوا مطرح منه قاعد الزبون في ياكل سير بلاس. ونحن كل خميس وسبت بنعمل باربيكيوز اراوند ذا بول مع لابوستا استاتي, وفيها ديفرنت لايف كوكينج ستيشنز يلي هن بتبلش من سالادز وابيتايزرز للمين كورسز والديسير وكل شيء. كل خميس وسبت بيكون في دي جي, بيكون في سام تايمز باند, بعدين بتكفي بول بارتي بعد الدينر كل خميس وكل سبت. وببقية الايام بيكون عندنا برايفت فانكشنز مثل اعراس مثل باتشلرز مثل برايفت بيرثدي دينرز, هول بقية ايام الجمعة. نحن بالنسبة للاعراس الفانيو بالسي فلو بيساع لحديد 600-650 شخص, لانه اذا بتلاحظوا هو اسباس كتير كبير ومفتوح على بعضه كله. يلي منقدمه هو الاكسكلوزيفيتي تبع الفانيو, بيكون الفانيو مسكر برايفتلي لهيدا العرس, ما بيكون في غير شيء عالم عم يتسبحوا او عالم بالريستورنت مقابلهم, بيكون كل الفانيو اكسكلوزيف للعرس. ديفنتلي منقدم لهم تكنيكلز قصص مثل هوستسز سكيورتي فالي باركينج هول انكلودينج الباكج, منقدم ساوند اند لايتنج بالباكج البيزك وان, منقدم لهم ليله بالهونيمون سويت including ثاني يوم يقضوا نهار عنا مع full body massage بالسبا. سبا يلي هو a very small relaxing corner facing البحر دغري, وجهة على البحر. منقدم كل شيء from shiatsu, relaxing oil massage, forehand massage, foot massage, neck massage. لكن مثل ما حكينا عن البنجلوز من 2010 للسنة عنا 3 بنجلوز بالسي فلو, تشيك ان تبعهم على 6 بعد الظهر, تشيك اوت ثاني يوم على 5 بعد الظهر. عندهم سيرفيس خاص فيهم انكلودينج بريكفاست ثاني يوم الصبح, وثاني يوم فيهم يقضوا كل النهار على البول او على البحر عنا, يقضوا نهارهم عنا. هذا البنجلوز. مثل ما حكينا بالليل انه نحن بنعمل باربيكيوز الخميس والسبت, كمان بنص الجمعه ان كيس منه هالفانكشن اللي كثير كبير بيرثدي كثير كبير, فيهم يستاجروا برايفت سيت اب جاكوزي 10 15 شخص, فيهم يكونوا اثنين انتركونكتد ببعضهم, بنحط مثل جسر بيناتهم بصيروا انتركونكتد ببعضهم. بيكون عندهم برايفت دي جي لهم, بيكون بينعمل لهم منيو كانابي, او ان كيس كان بليله خميس او سبت فيهم يكونوا مشاركين بالباربيكيو نايت يلي عاملينه. بيرث دايز باتشلرز كل شيء, هول البرايفت فانكشنز فيهم ينعملوا على جاكوزي على البول ديبندينج على ذوق الكليان. فرق بين الجاكوزي يلا على البول, اول شيء السيت اب تبعه اصغر لست اشخاص, بعدين اتس مور اكتف يعني في جو اكثر على البيسين, في كراود اكثر على البيسين. نهار الاحد الدي جي بس يكون عم يلعب بيكون الدي جي بوس دغري على البول, في على طول ديفنتلي جو ببليك اكثر على البول, بس السيت اب الجاكوزي هو برايفت للجروب. بينما الجاكوزي ايلاند هو سيت اب لعشر اشخاص كومبليتلي برايفت, يعني اكيد بيشوفوا غير عالم وغير عالم بتشوفهم من بعيد, بس انه ستيل رواق اكثر وتشل اكثر. سي فلو بيتش ريزورت مثل ما كلنا بنعرف هو بجبال بمنطقه مسيتا جبال, عندنا شط رمل كثير نظيف والبحر بجبال معروف من انظف المناطق البحر بلبنان. ان شاء الله بنشوفكم عندنا.